الجزائر ستحقق أمنها الغذائي قريبا. اعتقال 16 عسكريا مغربيا قرب الحدود مع الجزائر بتهمة التمرد على القيادة. 8 سنوات حبس لسعيد بوتفليقة في قضية قناة الاستمرارية. هذه أهم أخبار الجزائر اليوم. فقبل بداية الفيديو متابعينا لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب. ومن دون إطالة دعونا نبدأ بتفاصيل العناوين. يفتتح اليوم الثلاثاء رسميا المؤتمر الدولي للـ34 لصناعة الأسمدة. الحدث الذي يستمر إلى غاية الخميس ينظم تحت رعاية السميد لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمشاركة الدول العربية الأعضاء، بالإضافة إلى دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وتركيا والبرازيل وألمانيا وأوزبكستان وبلجيكا والهند. وبخصوص هذه التظاهرة أكد الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة رائد صعوب في تصريح للإذاعة الوطنية أن الجزائر ستحقق أمنها الغذائي قريبا وستصبح بلدا مصدرا للعالم العربي والدول غرب إفريقيا في المستقبل القريب. وقد تمت برمجة عدد من المحاضرات يلقيها خبراء دوليون حول المواضيع ذات الصلة بهذه الصناعة، من بينها تطورات الأسواق العالمية للأسمدة وأحدث التكنولوجيا في المجال، سواء ما يتعلق بالأسمدة الأزوتية أو الفوسفاتية أو المركبة. وسيتطرق البرنامج كذلك لمعضلات الأمن الغذائي ومساهمة الأسمدة في تحقيقه ورفع المردودية في المجال الزراعي. كما سيتم التطرق إلى موضوع التغيرات المناخية وكيفية مجابهة صناعة الأسمدة لها عن طريق تطوير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، فيما سيعرف المؤتمر تنظيم معرض يتمكن من خلاله العارضون الدوليون من تقديم آخر منتجاتهم التكنولوجية إلى المهنيين والجمهور العريض. وعلاوة على ذلك سيتم على هامش المؤتمر تنظيم قافلة زراعية تجوب 5 ولايات مختلفة في شعبة الحبوب، وهي البويرة وسطيف وميلا وقسنطين وسوق هراس. تتكون القافلة من عدة عربات تضم مخبرا متنقلا لتحليل التربة والمياه، وعلى متنها مهندسون زراعيون وتقنيون جزائريون وعرب، حيث ستتوقف لمدة يومين بكل ولاية قصد فتح نقاش مع الفلاحين حول الحلول المناسبة لرفع المردودية. ولننتقل إلى الخبر الآخر، أعلنت وسائل إعلام مقربة من النظام المغربي أن 16 عسكريا من رتب مختلفة يعملون في ثكنات قرب الحدود الجزائرية تم اعتقالهم وتحويلهم للمحاكمة بتهمة التمرد ومخالفة وعدم الامتثال لتعليمات القيادة. وحسب هذه المصادر فإن الدرك الحربي المغربي بالمنطقة الشرقية أحال على الوكيل العام للمملكة بالمحكمة العسكرية في الرباط 16 عسكرية من رتبة مختلفة يشتغلون بمنطقة عين بني مطهر في ضواحي وجدة، ارتكبوا جرائما ترقى إلى مخالفة التعليمات العسكرية عامة ورفض الامتثال. وأوضحت أن النيابة العامة استمعت للموقوفين وإحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها من أجل مواصلة البحث معهم في الجرائم المقترفة، وأمر بإيداع 13 جنديا رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجة بعد اقتيادهم تحت حراسة مشددة. ولم تكشف هذه المصادر تفاصيل القضية، ولكنها أوضحت أنه جرى تبرير للاعتقال بسبب خطورة أفعالهم الجرمية المرتكبة أثناء مزاولة مهامهم في إطار الحراسة الحدودية المكلفين بها بالمنطقة الشرقية. وأضافت أن الاعتقال جاء بعد تقرير لقيادة عسكريين حول ارتكاب الجنود مخالفة جسيمة ليقوم الدرك الملكي بمداهمة الجنود الموقوفين واستمع إلى أقوالهم في 4 قضايا قبل اقتيادهم نحو مكتب الوكيل العام للملك. وأشارت إلى أن المركز الإداري للقوات المسلحة سارع إلى توقيف الجنود عن ممارسة مهامهم وأيضا تجميد رواتبهم في الوقت الذي جرد فيه الدرك الحربي المخالفين للضوابط المهنية من لوازم عملهم وأزيائهم النظامية. زلزال في الجيش المغربي، إنهاء مهام قرابة 50 جنرالا وعقيدا. وفي نهاية سبتمبر 2022 أعلنت وسائل إعلام عما يشبه حملة تطهير داخل الجيش المغربي بعد إنهاء خدمة قرابة 50 ضابطا ساميا بين جنرالات وعقداء إلى جانب 10 ضباط صغار في عملية شملت كافة فروع المؤسسة العسكرية. وحسب وسائل إعلام محلية فإن المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية أفرجت مساء الاثنين عن لائحة جديدة من الجنرالات الذين أحالهم الملك محمد السادس على التقاعد بعد اقتراح من المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال
بالخير الفاروق. وحسب نفس المصدر، ضمنت اللائحة المعلن عنها 16 جنرالا و32 عاقدا وعشرات الضباط ورتب عسكرية أخرى، وشملت الحملة مختلف الشعب والأصناف والرتب العسكرية السامية بما فيها جهاز الدرك الملكي. ولننتقل إلى الخبر الآخر، أيدت الغرفة الجنائية 10 لدى مجلس قضاء الجزائر الثلاثاء الحكم الصادر عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي محمد ضد شقيق الرئيس المتوفي والمستشار الخاص سعيد بوتفليقة، حيث أدانته ب8 سنوات حبس نافذا وغرامة مالية تقدر بمليوني دولار في قضية قناة الاستمرارية والإثراء الغير المشروع. كما أيدت نفس الغرف الجنائية الحكم الصادر ضد الرئيس السابق لمنتدبي رؤساء المؤسسات الأفسيو علي حداد القاضي بإدانته ب4 سنوات حبس نافذا مع مصادرة جميع الامتلاكات العقارية والمقولة والأصيدة البنكية المحجوزة. ويوم 20 سبتمبر 2022 التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الثلاثاء أقصى العقوبات في حق كل من شقيق الرئيس المتوفي والمستشاره الخاص سعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الأفسيو علي حداد، إذ طلب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل واحد منهما مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة.